السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلاب كضوء القمر، طلاب كفوح الزهر، لأنهم طلاب علم وهم به أجدر. مرحبا بكم طلابي من جديد في لقاء بين ثنايا لغتنا الجميلة، اللغة العربية. أعزائي الطلبة، عائلة جميلة نجد فيها الحب والاحترام، وللعروض فيها أروع اهتمام. ودرسي لهذا اليوم طلبتي الأعزاء هو بحر الكامل. درسنا أعزائي الطلبة لهذا اليوم هو بحر الكامل. نحن نعلم أعزائي الطلاب أن علم العروض هو علم موسيقى الشعر وموازينه، يعرف به صحيح الشعر من مكسوره. وكما ذكرنا سابقا أعزائي الطلاب بأن واضعه هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقد حصر فيه موسيقى الشعر في 15 وزنا سماها بحور الشعر العربي، وقد جاء الأخبش وزاد عليها بحرا واحدا فقط سماه المتدارك، فأصبح أعزائي الطلاب بهذا بحور الشعر 16 بحرا. فما أعزائي الطلبة المقصود بعلم العروض؟ وما سبب تسمية بحر الكامل بهذا الاسم أعزائي الطلبة؟ وما التفعيلات التي يتكون بها منها بحر الكامل؟ وما هو مجزوء وتام بحر الكامل؟ هيا بنا طلبتي الأعزاء لنجيب عن كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سنتناولها في سياق حصتنا. أعزائي الطلبة، ما سبب تسمية بحر الكامل بهذا الاسم؟ اختلف بعض العلماء في سبب تسميته، فقيل بعضهم قال لكماله في الحركات، فهو أكثر البحور حركات ليشتمل على 30 حركة، وقيل البعض الآخر لأنه كمل عن الوافر الذي هو الأصل في دائرة البحور الشعرية، وذلك طبعا بسبب استعماله تاما. والآن أعزائي الطلبة لنبدأ بمفتاح هذا البحر، وهو كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. أعزائي الطلبة، هذا البحر طبعا يتكون من 6 أجزاء، 3 أجزاء بالصدر و3 بالعجز كما نرى، وهي متفاعل متفاعل متفاعل. وأيضا أحبائي الطلبة، يقوم هذا البحر على تفعيلة واحدة يعبر عنها بوزن متفاعل. ولا بد أحبائي الطلبة كما نعلم من أي مقطع صوتي في أبسط صوره أو أي كلمة في اللغة العربية من أنها تحتوي على حركات. لذلك أحبائي الطلبة، قسم العروضيون الكتابة العروضية إلى حروف ساكنة وحروف متحركة. فعندما نقول مثلا كم، كم هنا تتكون من حرفين، حرف متحرك والآخر ساكن. وعندما نكتبها كتابة عروضية كما سنلاحظ بعد قليل، فيرمز لها كم، مقطع متحرك مع ساكن، يرمز لها بمقطع طويل أو بالشرطة، وكذلك الأمر بهل وعن وبل. وأما على سبيل المثال في تركيب لما، نلاحظ أنه تركيب تكون من حرفين، لما حرفين متحركين، فلي عليها طبعا مكسورة وما مفتوحة، ويرمز لها بمقطعين قصيرين بإشارة الباء، لي ما. وأيضا كذلك الأمر في لك أحبائي الطلبة. طيب أعزائي الطلبة، إذا لاحظنا أن هنا بحر الكامل يأتي تاما بوجود 6 تفعيلات، وأيضا أحيانا يأتي مجزوءا. مجزوءا أحبائي الطلبة كما نلاحظ، أي طبعا تحذف تفعيلة واحدة من الصدر وتفعيلة من العجز، فبذلك بدل أن يكون 6 تفعيلات يتكون من 4 تفعيلات، فتصبح متفاعل متفاعل في الصدر، وأيضا في العجز متفاعل متفاعل، فبهذا يكون هنا البحر مجزوءا.
طبعا تطرأ مجموعة من التغيرات أعزائي الطلاب على متفاعل. فمثلا عندك متفاعل، الأصل أن تتكون من متفاعل قصير قصير ثم طويل وقصير وطويل، متفاعل. متفاعل تأتي على صورة أخرى وهي متفاعل، أي طويل طويل قصير طويل. وأيضا لابد أن تأتي أحيانا تأتي متفاعلان متفاعلان، وأحيانا تأتي متفاعل، وتأتي أيضا متفا، وتأتي أيضا متفا. أعزائي الطلاب، تأمل الأمثلة له إن نفرت وإن هي أعرضت، وقع السهام ونزعهن أليم. دعونا أحباء الطلبة نتأمل صدر البيت: ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت. نلاحظ أنه ويلاه طويل طويل قصير طويل، وأيضا قصير قصير طويل، وقصير أيضا في التفعيلة الثانية طويل، وأما التفعيلة الثالثة جاءت قصير قصير طويل قصير وطويل. وبهذا تكون التفعيلة الأولى متفاعل، والثانية أيضا متفاعل. متفاعل وقع السهام ونزعهن أليم. إذا أردنا أن نكتب هذا العجز أعزائي الطلبة كتابة عروضية: وقع السهام ونزعهن أليم. وكالمعتاد أحبائي الطلبة، آخر حرف في الكلمة في صدر وعجز البيت دائما يشبع. وكالمعتاد أحبائي الطلبة، المقطع الذي يتكون من حرفين يرمز له بالطويل أو الشرطة: وقع السهام ونزعهن أليم. فبالتالي التفعيلة الأولى تأتي متفاعل ثم متفاعل، وكما نلاحظ في التفعيلة في آخر جزء جاءت متفاعل. طبعا ننتقل إلى مثال آخر: لم يختلف بالموت مسلكهم، بل سبيلا واحدا سلكوا. لنأتي إلى تقطيع صدر البيت: لم يختلف بالموت مسلكهم. كما نلاحظ أحبائي الطلبة، المقطع الحرفين يرمز له بالمقطع الطويل، والحرف الواحد يرمز له بالمقطع القصير. فكما نلاحظ بأن التفعيلة الأولى جاءت متفاعل، وأما الثانية جاءت متفاعل أيضا، وأما التفعيلة الثالثة جاءت متفا متفا. لا بل سبيلا واحدا سلكوا. دعونا أحبائي نبدأ بالكتابة العروضية، ولكن قبل البدء بها أود تذكيركم بأن في الكتابة العروضية ما ينطق أو ما يلفظ يكتب، وما لا يلفظ لا يكتب. فهنا سنرى بأن التنوين يلفظ نون فنكتبه نونا ولا يكتب تنوين. دعونا نبدأ: لا بل سبيلا واحدا سلكوا. وكما نعلم أحبائي الطلبة بأن المقطع الذي يتكون من حرفين يرمز له كما نلاحظ بالشرطة وهو المقطع الطويل، والمقطع الذي يتكون من حرف واحد متحرك يرمز له بالباء أو بالمقطع القصير. فبذلك طبعا ظهرت معنا التفعيلة الأولى متفاعل، وكذلك الأمر متفاعل، وأما في التفعيلة الأخيرة فظهرت متفاعل. طلبة لننتقل إلى مثال آخر: يا سيدي أراكما لا تذكراني أخاكما. لنبدأ أحبائي الطلبة في صدر البيت: يا سيدي أراكما، يا سيدي أراكما. وأيضا كما نلاحظ ظهرت معنا التفعيلة في التفعيلة الأولى متفاعل، وأما التفعيلة الثانية متفاعل.
نلاحظ أحبائي الطلبة أن هنا في صدر البيت ظهرت معنا تفعيلتان ولم تظهر ثلاث تفعيلات، فبذلك يكون هذا البيت أحبائي الطلبة مجزوءا وليس عز البيت. لا تذكراني أخاكما، لا تذكراني أخاكما، متفاعل متفاعل. إذن أحبائي الطلبة أيضا هنا في عجز البيت ظهرت معي تفعيلتان، فبهذا يكون هذا البيت مجزوءا وليس تاما، أي احتوى على أربع تفعيلات بدلا من ست تفعيلات. هيا بنا أحبائي الطلبة لننتقل إلى ورقة العمل. قطع الأبيات الآتية المنظومة على بحر الكامل واذكر تفعيلاتهما. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. دعونا أحبائي الطلبة لنبدأ بالكتابة العروضية. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وإذا انتقلنا إلى المقاطع الطويلة والقصيرة، فنلاحظ كما قلت في بداية حصتي بأن المقطع الذي يتكون من حرفين يسمى مقطع طويل ويرمز له بالشرطة، وأن المقطع الذي يتكون من حرف واحد يسمى مقطع قصير ويرمز له بالباء. وإذا تأملنا المقاطع الطويلة والقصيرة نجد أن التفعيل متفاعل 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 متفاعل. ولو سألتك عزيز الطالب هل هذا البيت هو تام بحر الكامل أم مجزوء، فستقول معي مباشرة بأنه تام، ودليل ذلك أنه احتوى على ست تفعيلات، ثلاثة في الصدر وثلاثة في العجز. وإذا انتقلنا إلى بيت آخر، هذا الربيع فحيه وانزل بأكرم منزلي. هذا الربيع فحيه وانزل بأكرم منزلي. فلنبدأ بالكتابة العروضية. هذا الربيع فحيه وانزل بأكرم منزلي. نلاحظ أحبائي الطلبة في الكتابة العروضية هنا في هذا كتبت ها ذر، بمعنى بعد الهاء كتبت ألف، لأنه كما قلت سابقا في الكتابة العروضية ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب، لهذا كتبت الألف بعد الهاء لأنها لفظت هذا. وأيضا في عجز البيت نلاحظ وانزل، أي احتوى الفعل وانزل على همزة وصل، وبما أن همزة الوصل لا تلفظ ولا تنطق فبالتالي لم تكتب في الكتابة العروضية. هيا بنا أحبائي لنرى المقاطع الطويلة والقصيرة. فكما نلاحظ أن هنا الحرفين، طبعا الحرفين هنا أشرنا إليهما بمقطع طويل، والحرف كما ذكرت أشير إليه بمقطع قصير. وإذا تأملنا هذه المقاطع لوجدنا أن التفعيل ظهرت متفاعل 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 متفاعل. أعزائي الطلبة، إذا تأملنا هذا البيت لوجدنا أن هذا البيت احتوى على أربع تفعيلات، تفعيلتين في الصدر وتفعيلتين في العجز. إذن هل هو تام أم مجزوء؟ بالطبع أحبائي الطلبة هو مجزوء وبحر الكامل، ودليل ذلك كما قلنا أنه احتوى على أربع تفعيلات بدلا من ست تفعيلات، تفعيلتان في صدر البيت وتفعيلتان في عجز البيت. أحبائي بهذا أكون قد انتهيت من حصتي لهذا اليوم، آملة المولى عز وجل أن أكون قد قدمت لكم المتعة والفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.